كان استعراض مبادرة الطريق إلى الأمام. نعم. المبادرة حقيقة هي باحثة عن مشروع وطني سوداني برؤية متكاملة، ولكن كان تركيزنا نحن كمغتربين على رؤية تنموية. يعني كان تركيزنا على رؤية تنموية في هذا اللقاء. استعراض المبادرة، حشد الدعم للمبادرة من جموع المغتربين في كل أنحاء العالم كان هو الموضوع الأساسي. سعادته تكرم بشرح أبرز محاور المبادرة في نعم. في الإصلاح الشامل للمنظومات كلها الأمنية والعسكرية، في إصلاح الاقتصاد، في الإصلاح القانوني، في السلام، استكمال ما بدأ من مشاوير في إنجاز السلام بالسودان، وما ينتظر أيضا من استكمال هياكل السلطة الانتقالية بالنسبة للمجلس التشريعي، بالنسبة لمؤتمرات التقرير مستقبل الحكم في البلاد من ناحية حكم فيدرالي أو حكم إقليمي أو غيره.